جبدوا الولد من تحت التراب. قسم لك هاد الناس هادو اللي جبناهم من تحت التراب. وتيغوت من تحت التراب تيقول لك امي سكتي، مع فيك القلب راه غادي تمرضي. قال لها نعطيك سميتو، نعطيك رخصه باش تجي صباغه ومرطوب. واش هاد الشيء تاع صباغه ومرطوب؟ البنت جات بغات تعتقد حتى هي جات تمايا. الناس تتعذب هنا، الناس تموت. السلام عليكم، انا الساكنه نتاع ضوا صغنا الصغير. الناس يعانيو من البناء العشوائي، ماشي بناء عشوائي، بناء هشاش، داكشي الهشاش من التحت والفوق. الله اعلم داكشي راه الضوا كله تيعاني من هادشي. هاد السيده هادي راه قضى الله وباقي فهمت العمر وباقي شحال من حاجه. اقسم لك بالدري الله هبط بها هادشي. المهم والضوا كله، الضوا كله في سميتو راك بحال قلتي شي باستا، باستا تتخزق بالحليب تتوب الماء وداكشي. راه لا اله الا الله، عندنا الواد تيدخل للجار، انت الواد تيدخل للجار تي غادي يعني حفيره صغيره. المهم الناس تعاني، المسجد تعاني، كلشي تعاني، المسؤولين يجيو لنا شي حل الله يرحم الوالدين. راه الناس تعذب هنا، الناس تموت. اقسم لك بالله هاد الناس هادو اللي جبناهم من تحت التراب، وحق الله العلي العظيم، وانتم طلعوا شوفوا لا جبناهم تحت التراب، وباقيين اخرين وحدين اخرين غادي نجبدوهم تحت التراب ونحطوهم كنازه. هاد الناس هادو باهم الله، ولكن عاود تحت انا شي حاجه اخرى، انا لله وانا اليه راجعون. تتوقع الفضيحه، تتوقع هكا تيقول لك كون 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 كون. كاع حنا قاعدين في هذاك البيت رايب، وملي جاي يدير كاع تيشوف في التليفون حتى شوي شوي هو يطيح عليه داك الشيء براق. البنت جات بغات تعتقد حتى هي جات تمايا. وليت تنغوت، ولاو الجيران تيجريو كلهم، ولاو جبدوا الولد من تحت التراب وتيغوت من تحت التراب تيقول لك امي سكتي، مع فيك القلب راه غادي تمرضي. دوك الله ينصركم وينصر سيدنا. الراجل فاتح ليا وانا تنخدم ب 600 ريال النهار، ولا مره نخدم مره ما نخدمش، ما عندي باش نبني ورايب ليا الحيط. الله يسهل عليكم، لما شوفوا من حالي الله يشوف من حالكم. راه ما باقيش صافي، سخفت دروكا، ما باقيش قديت نهضر ولا نتكلم. بالنسبه للمراه واش طلبات الهيكله؟ طلبات البحر شي 3 ايام هادي باش جابتهم. قال لها دافع هكا، يلا فيق من النعاس هو، جاش على لا كارو. قسم لك بالله ربي شاهد عليا، جاش على لا كارو وانا كنت تما كاين. اش قال لها؟ قالت له انت ربي يريب عليا من هنا من هنا من هنا. ويقول لها لا 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 تغوتيش عليا. قالت لي ربي يريب. قال لها انا نعطيك، قال لها نعطيك سميتو، نعطيك رخصه باش تجي صباغه ومرطوب. واش هاد الشيء تاع صباغه ومرطوب؟ هادشي تاع صباغه ومرطوب ها هو. قالها والباح دازت عليها يومين، ها هو راب ها صباغه ومرطوب، هادي هي صباغه ومرطوب. مشيت عندهم العماله، مشيت للقياده، مشيت عند القايده، ما خليت فين مشيت. قالوا لي ما تبنيش، الا بغيتي ديري صباغه وبغيتي ديري القبص ديريه باش تعاودي، ما تعاوديش البيت. انا تنخاف دروك على اولاد المدرسه، حتى هما تيدوزو خفناهم لا يريب عليهم الحيط. ها هو دروك ما رابش عليهم، وراب على ولدي انايا، راب على ولدي وراب لي على وليداتي، وعندي خمسه الاولاد، خمسات الاولاد والراجل توا فاتح وكبير، كبير هو والله. المطالب ديالكم انتم؟ المطالب ديالنا خصهم يجيو معنا شي حل اللي عطيونا نبنيو، عطيونا راه الدجور كله، ما الدجور كله، كاين الناس اللي باقا ساكنه في التراب، تتاكل دغمه دغمه في الطاجين ودغمه في التراب، دغمه هكا تتاكلها في الطاجين ودغمه في التراب، تتاكل مع التراب. وتنقولوا علاش الدراري تيمرضوا؟ علاش علاش؟ الزباله حتى هي هما كيحرقوا داك الشيء تاع الزريب اللي كانوا جات ديك اللجنه، كيحرقوهم كيخلوهم باقيين، هما باقيين. كلشي تتشوفوا بعينكم، كلشي باقي، كلشي مورق، الواد الحار مورق. المهم الناس كطالب يجي شي مسؤول يجي معنا شي حل، يجي شي حاجه يطلو يطلو ديك الساعه غبر، يطلو غبر.